بسم الله الرحمن الرحيم. علشان نعمل أرضية الملعب، أنا هذا ملف نزلته من الجوجل إيمج عادي، وبس عشان أخذ الخطوط البيضاء خططت عليها، حطيت ستروك وكذي خطوط يعني سويت، وطلع معي النتيجة هاي. الحين هذا الملف عندنا هني لاير البلاك والخطوط البيضاء لحالها. اوكي، خلينا الحين هذا سيفته كذي على كذي، سيفته بي ان جي سيف از، ضروري يكون بي ان جي لان البي ان جي مع الفا. سيف از الفورمات، نقول لنا بي ان جي وسيفته. الحين هم شيء ضروري علشان ناخذ ابعاد هذا بالضبط كم حجم البلانة اللي راح نحطها بالماية. اذا رحنا على ايمج وقلنا له ايمج سايز، راح يعطينا هني حجم البلانة بالسنتيمتر اذا نبي او بالبكسل. احنا ناخذ بالسنتيمتر افضل. نقول له هني راح يصير عندنا 68 في 47، هذه العرض الطول والعرض. اوكي، الحين اذا رحنا على الماية خلنا نحفظ هذيلة 68 و 47، هني راح يطلع عندنا هذا الشكل بالنهاية، الخطوط البيضاء. ويا حلو فيه ان الخطوط البيضاء ما راح تتغير، ايمج واحد بروحه، والارضية احنا نتحكم فيها مثل ما احنا نبي، والنود راح يصير عندنا بالشكل هذا اللي هو لايرد شيدر، راح يطلع عندنا هذا الشكل. طبعا انت يمكن البعض يشوفه معقد، بس هو جدا سهل. الحين راح نستلمه خطوة خطوة، راح نشوف شنو ميزة لاير شيدر، شنو ممكن يعمل لنا. اوكي، الحين عندنا هذه البلانة نفسها، نفس الشيء، نعمل رندر مثلا. عندنا كذي الملعب راح يصير. الحلو فيه انك حتى لو تعمل زوم يعطيك لاحظ الماب اللي حاطها انا جدا صغيرة، اللي حاط لنا اياها باسم. راح نشوفها الحين ونشوف حجمها وشون هني متكررة بدون ما تأثر على ريزوليوشن مالها. نشوف تقريبا تأثير الجراس، والحلو فيه ان بدون ما يأثر على الخطوط. اوكي، الحين اذا بنعمل من البداية، خلينا نفتح ملف جديد. بالبداية احنا عارفين حجم الارضية 68 في 47. اوكي، 68 في 64 في 47. نضغط مسافة طبعا عشان يطلع لنا الاوامر. create polygon plane. اوكي، هني نبي ناخذ وحدة وحدة. الوحدة عندنا لو نلاحظ هني، اذا رحنا هني على السيتنج راح نشوف السيتنج. بالسيتنج هني لاينر سنتيمتر. اوكي، نحطه سنتيمتر ونسيف. اوكي، هني نبي يعني عندنا الوحدة هذه الحين سنتيمتر، الوحدة هذه سنتيمتر، فنضغط اكس عشان يمشي على الجريد ونشيله. الحين نضغط 5، هذا الجريد. الحين هذه وحدة وحدة، اذا رحنا على الشانل بوكس راح نشوف السكيل.
واحد 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 اللي هو الفعلي. الحين هني بالإكس نحط 68 سوالين الطول، وبالزد نحط 47 اللي هو العرض. طلع عندنا نفس حجم اللي عندنا إياها هني، 47 في 68 نفس الحجم هذا. فالحين نروح نعمل نفتح الهايبر شيد اللي هو بالويندو رندرينج هايبر شيد. عندنا هذا الهايبر شيد، نفتح اللاير شيدر. عندنا هذا اللاير شيدر، اوكي. اذا ضغطنا دبل كليك راح يطلع لنا السيتنج ماله. الحين نبي خامتين، احنا نبي خامه حق الارضيه اللي هي راح يكون عليها الجراس الحشيش، وخامه ثانيه ماتيريال ثاني اللي راح نركب عليه بس الخطوط، علشان اذا عملنا الارضيه نقدر نسوي لها تلت، يعني نكررها لوب، نسوي لها لوب بدون ما نأثر على الخطوط. بالضبط اللي تخيلها نفس حركه اللايرات اللي بالفوتوشوب. هذا اللاير، اوكي. خلينا نسوي بلين، نركب عليها البلينه هذه، نركب عليها الجراس مالنا. نروح هني بالكلر، نضغط تشيكر بوكس، ناخذ فايل، افضل الفلتر نحطه اوف، الايمج نيم على الفولدر، هني بالخامه، هذه هي الخامه، نقول له اوبن. سوى لنا الخامه هذه. الحين عندنا هذه خامه، نسوي الخامه الثانيه اللي هي الخط. ناخذ لامبرت مثلا، نفس الشيء بالكلر، نضغط تشيكر بوكس، نقول له فايل، نشيل هذا نحطه اوف، بالايمج نيم نجيب انا مسميه لاين بي ان جي، هاي الخطوط بس. نلاحظ الحين انه اعطانا الملف بالكلر واعطانا الترانسبيرنسي، نلاحظ انه اعطانا اياهم اثنين لانه شاف ان البي ان جي فيه شانل الفا فاعطانا اياه الفا.